يا ولد الحين اريد اشوف مرجلتك. لحالك ولا مع الشباب؟ عيب يا سعود، ما يصير هيك. سد اثمك، هاي خشومك اللي تحكي معاي بيها راح احطها بالوحل. مفكرها مرجلة انك جايب هدول عم تحمى فيهم؟ الحين اورجيك المرجلة على اصولها. على هونك يا ولد. تضربني يا عمي؟ وكسر رأسك بعد، وكله علشان هذا الهافي؟ يا ول هذا ما هو بهافي، هذا ضيفي. تتعدون على ضيفي وهو ببيتي؟ طفي! ضيفك ما يحترم حرمة الضيافة ولا يحترم عاداتنا بعد. أنا ما سويت شي برات الأصول يا حاج. اسكت يا محمد، وانت اصرف مقاطيعك والحقني. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. شو هذا يا ام طالب؟ بدك تفرحي بعبي. لك افرحي واعملي موالد على محبه ابو طالب. الهي الهي، ام من عمري ويحط بعمره. اتاري هالنور الدين القنواتي عنده ياكي بالدنيا يا ام. يعني هي اول مره ابي بيفتح قلبه وبيحكي حكي حلو. محبه بالقلب يا مان الشام، شو بده يضل عم يحكي لك؟ سالوني الي انا ضليت سنين وايام مخبايه محبه ابو يحيى بقلبي هون. يلا رح نجهز الفطور لبين ما يجي. لا مين كله يا لا 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 عدو، اجلوا لي الفطور لبعدين، بدي احكي معكم كلمتين. خير يا ام طالب؟ شو في احكي؟ شوفوا يا بنات، انا قرار واخذته ولا يمكن اتراجع عنه. أنا نويت جوز أبوكم. يا على الحكي، عم تحكي عن جد أم طالب؟ إيه أم عبدو، وهالمرة جد الجد. أبي مستحيل يقبل. ياما يلي كان عم يتغزل فيكي وبصفاتك وبأوصافك رح يقبل يجيب لك درة على البيت؟ أنا بعرف، يعني أنا بعرف إنه أبوكم ما رح يوافق لأنه كريم وابن أصل، بس كمان والله حرام واحد مثل أبوكم انطالعوا من هالدنيا بعد عمر طويل وما يكله صبي يحمل اسمه. بعدين أنا بدي أسألكم سؤال، لو لمعاد بنت هالحرام قدرت تنال من أبوكم بعيد الشر بعيد الشر عن قلبه وقتلته، شو كان صار؟ ما كنا خسرناه وخسرنا ذكره من هالدنيا؟ جاوبوني مزبوط ولا لا؟ يعني ما أي أحسن، جوز أبوكم وكل ضره والله ينقطع ذكره من هالدنيا؟ بصراحة يا عم طالب كل شي عم تحكيه درار وما في عليه حكي بنوب. يعني هالحكي مظبوط. ايه بس معلش امي، انا بدي احكي كلمة حتى لو بدك تزعل. يعني ريت نموت قبل ما اشوف لك ضرة بهالبيت. بنفس الوقت كمان معك حق، يعني لازم يكون عنا اخ. يا ريت اخي طالب بقي وما وصلنا لهالمواصيل. هلا مو وقته هالحكي لك خالتي. احكي لك كلمة مريم، ليش ساكتة تقبريني؟ عم بسمعكم. بنعرف انك عم تسمعي، بس القصة صارت جد هلا مو مزح. كمان يعني الصبي يعني خير لكم بالمستقبل. انا معكم بكل كلمه عم تقولوها يا جماعه، بس لازم نلاقي طريقه نقنع فيها ابي، لانه مستحيل يتجوز على امي باي حال من الاحوال. والله مزبوط حكيك. ايه بس شو الطريقه يا مريم؟ والله ما بعرف، بدها صفنه. لك امي ما في وقت للصفن لانه ما بقي من العمر اكثر ما مضى. يا حبيبي على السيران، بعد الكبره جبه حمراء. هلا هذا حكي اللي عم تحكي لك ام طالب؟ من خوفي ينقطع ذكره من هالدنيا يا جماعة. قبل ما تمسك لمعات وأبي يشوفها مدندلة بساحة المرجة مستحيل يفكر بالجواز. يوه، وشو دخلنا ببنتها الحرام هاي لحتى نربط مصيرنا بمصيرها؟ أبي وبعرفه، فلا تعزبي حالك قبل ما يمسكوها. كم يوم وبتنمسك هالمقصوفة؟ ليكم فاتلين الشام عليها. هلا زودة وفرقة كلها عشرة أيام، هلا لا تفتحي الحديث معه مشان ما يخجلي. طيب، لكن يا جماعة خلونا نفكر على القليلة، من وين بدنا ناخذ له؟ هاي مو صعبة، 100 وحدة بتتمنى. لا وبيبوسوا ايديك كمان. لا انتو غلطانين، انا بدي نقيله بنت عالم وناس تكون اكابر بنت اكابر. مو حي الله يا ول، وصلت بيك المواصيل انك تتعدى حدودك وتنسى انه به كبار؟ عمي جوز انا غلطت،
ما ادري. ما يجوز، وكاد انك غلط. محمد ما غلط ابد، ولزوم تعتذر منه. اني اعتذر منه؟ ينقص من طولك، انت الخاطي، والخاطي هو اللي يعتذر. لا عمي، انا ما بدي اياه يعتذر مني. اسكت انت. عمي، اشوف الغريب واقف مع بنت عمي وتريدني اسكت؟ وش هو الغلط بوقفتهم؟ وش كانوا واقفين يسوون؟ اسمع، طالما انا عايش وخشمي يشم الهوى، انت مالك سلطه على بنت عمك. الله يطول بعمرك يا عمي. ثم اللي يتعدى على ضيفي كانه تعدى علي ياني، فهمت؟ افهم يا عمي، افهم. وكرامتك على راسي من فوق. او كرامه ضيوفي بعد. وكرامه ضيوفك بعد. استسمح من الضيف. سامحني يا اخوي. بسيطه. لك يا عمي. صفيت القلوب يا ابني يا محمد. وانا كمان عمي سعود، يمكن غلطت معك، وهي بعتذر منك قدام الحاج. هي هالفتره وراح ارجع على الشام، يمكن كنت ضيف ثقيل شوي. يا وليدي انت ما اخطيت بشيء ولا تعديت على حد، احنا اللي اخطينا بحقك. لا يا عمي، اشهد بالله اني ما حسيت حالي غير قاعد بين اهلي وناسي. لا عاد، يلا قوموا حبوا الصباح بعض. تامر يا عمي. شو ما خلصتي تحضير الفطور؟ يلا تكبس. عجبك لك مريم؟ قال امك مصره انه تجوز ابوكي حتى لو بدها توصل بيناتهم للطلاق. يو ايه والله، وحلفت يمين انه اذا ما بيرضى يتجوز بدها تعمل شيء ما حدا بيتوقعه. يعني شو بدها تعمل؟ ما بعرف، بس هي هيك حكيت. يمكن غلى الشاي، طلعي يلا. وين رايحين؟ وين جايين؟ نحن عنا موعد مع زعيم الحارة، بدنا نشتري من عنده سجاجيد. لمعلومك بدنا نجوزه للولد إن شاء الله، بنفرح بولاد ولادك يا رب. ومرتي أصرت إنها تجي تعاين السجاجيد بذات نفسها. هلا أكيد صار الغرض جايين. ولو؟ لك؟ إذا مانك مصدقني شرف معانا وتأكد بذات نفسك. هلا بدك ياني روح معك مشان نشوف سجاجيد حضرتك. تجيني هي لمعات المشكلجية تعمل لي مشاكل بغيبتي. مين لمعات؟ واحدة بنت حرام قتلت قتلها. يا لطيف يا لطيف، استر يا رب. روح روح والله معك. روح. أمرك يا سيدنا، الله يخليك ويقويك بجاه الحبيب المصطفى. السلام عليكم. أنا يا أبو راشد ما أتلو، بالعكس أنا كل ثقة بمخفر الحارة وبقيادة شرطة دمشق. بس شو عم نقول؟ ليش نحن ما نساعد ونحمي الكتف معهم؟ كيف يا أبو راشد؟ نورنا ونحن بنخدم يا ابو طالب. يا عيني عليك. يعني انا عم بقول يا صباح افندي، بدل ما نحن قاعدين وعم نستنى، لا نحن بنساعد الشرطه ومندور على هاللعينه. ايه ليش لا، نحن بالخدمه. فكره بمكانها يا ابو طالب، خلينا نخلص منها ومن عمايلها ونلتفت لاعمالنا واشغالنا ومصالح الناس. هذا الكلام عين العين. اها، لذلك يا ابو راشد الله يرضى عليك بدنا نبلغ مخاتير الشام كلياتها يساعدونا بهالموضوع. صار يا ابو طالب. وبالمرة منبلغ الأئمة وخطباء مساجد الحارات كمان. مديح، ليش لا؟ معناتها خلينا ندق الحديد وهو حامي وعلى الحارة كمان. يا عين عليك، لأنه لمعات وحدة كهينة ومو بعيدة يا جماعة. أنا متأكد أنه المرة ممكن تكون حوالينها. ما بدنا الناس بكرة يقولوا علينا أنه والله إجي تعلمت على أهل الحارة، لا، بدنا نتغدى فيها قبل ما تتعشى فينا. شرف مبلغ الجماعة. على بركة الله. يلا شرف يا اخوي. الله معكم. الله معكم. السلام عليكم. مع السلامة. لهالدرجة بلغ فيك الحادي يا بنت الشياطين؟ انك حاولت تقتليني يوم تنصيبي واجيت بطالب وما حليتي عني، وبعدين قتلت ابني رحمة الله عليه، وبدك كمان ترجعي تقتليني بيديكي؟ لا، خاب ظنك يا بنت الحرام.
إلهي يبعث لها حمى لهديك الساعة اللي قبلت إني هربة فيها لهالحرب علي. طب لسانك بحلقك هلا، مو وقته لهالكلام. إيه لا سيدي وقته هالحكي، لأنه بالبيت مقصوفة هالرقبة ما عم تخلينا نطلع فاص. لك مو أنت جبتي الدب لكرمك؟ مو حضرتك اللي وافقت؟ إيه مزبوط أنا وافقت، لذلك ضبي لسانك بحلقك لأن واصلة معي لراس مناخيري. يو يغزل عيش رجال. اللهم جيبك يا طولة البال. هلا أنا في شغلي ما عم بفهمها، ليش بدايانا نجيبه لهالبطيخ المبسمير ونخطفه؟ ما تخليك تقتله بالخان تبعه ونخلص من السيرة كلها ونهرب على بيروت. وما حضرتك تروحي تقولي له للخانم تبعك؟ ليش عم تتحاكى مقصوفة الرقبة ولا عم تخلينا نطلع فاز؟ لك لسه بدك ياني ارجع اشرح لك من جديد؟ خلاص علقنا وعلقنا، بدنا نتحملها بس لنصل لبيروت. وبعدين إلي مع كلام تاني، فهمتي؟ إلا ارجع عيد وافتي. لك خلاص فهمت، حروك إلا كان امشي من تمساكت. يلا وصل الزعيم يا جماعة. السلام عليكم. عليكم السلام. شو الأخبار اللي سمعناها زعيم؟ كله خير إن شاء الله، كله خير يا أبو شادي. والله تقنيك يا زعيم، والله تقنيك. نحن رجالك أبو طالب، واللي بدك إياه بيصير. ما عدنا بل إلا نقتلها لهي اللعينة لمعات، بدنا نقتلها. لقد بلغ السيل الزبا. بلغ شو؟ الزبا أبو لمعين. شو معناتها؟ شو بيعرفني؟ من كم يوم سمعت صباح أفندي عم بيقول لقد بلغ السيل الزبا. يا بني آدم تاني مرة فهم شو معناتها، شنو جائز تكون مسبة؟ ولي لا يا أبو شاكر مو مسبة، هي الزبا يعني وصلت طفت. إيه الحمد لله زعيم، الحمد لله. بده يتفاصح أخونا زينو، هو ما بيعرف حاله مثل الطلطميس، ما بفهم كم أبنوها. إيه والله واللي اسمه الله، لو ما الزعيم أبو طالب لك أنت عملت لك شي كان وشي ما صار. يخزل العين حولك شو أبضاي أبو شاكر. على كل حال يا أبو شاكر، روحوا التفتوا لأشغالكم وأعمالكم، وإلا ما طلقت بإذن الله. يلا كل واحد على شغله، مثل ما قال الزعيم، كل واحد على شغله، والله يرضى عليكم. لا تعجقوا زعيم. ايه يا كرمال الله ما تواخذني، امبارح كنت بدي اجي لعندك بس خبروني الشباب انك مشوش وضايج مشان لمعات الزبده. ايه والله كنت تعبان شوي، رونا عندي المسا ونحكي. انت علينا قبل ما انسى، اهتم لي شوي بالصندوق الله يرضى عليك. بعيوني زعيم، وهذا الشيء بدك تلمسه بايدك كمان. ان شاء الله ان شاء الله. الله لا يحرمني اياك يا اخي. يا الله يفتح ابوسكم يا اخي، يا الله يرزقكم. اهلين بالشباب. هات كرسي يا ابني، هات كرسي. زينة يا ما شاي شريف، عمل لي كاسة شاي. نعم كاسة شاي. اي اي يلا شبك مطرشت. يلا بصير خير عمي، بصير خير. لا ما بصير خير، وانا ما رح نعمل ليه اذا ما بقتلها بذات نفسي. اهدى عمي اهدى حسن، بلد فيها شرطة وفيها قانون. على كل حال بدي اعتذر منك واعتذر لي كمان من الوالدة، لأنه كنت واحدك مبارح مر لعندك مشان موضوع جوازتك، بس والله انشلشت. كبيرنا يا زعيم ولا تعتذر منا، نحن اللي لازم نعتذر من جنابك. بصير خير. بدر الدين وينه؟ بدر الدين راح يودي بضاعة للسيد فرزات وبدأ يمر على البيت شوي. عمي امرني زعيم. خبر الست الوالدة اليوم اني جاي لعندن منكم. وراح افرش لك الأرض رياحين يا زعيم. لا ما بدها وجودكم بكفي، الله يرضى عليك يا رب. هي انا عم بلغك قبل ما امشي مشان يكون عندك علم. صار زعيم. طلال امور زعيم ابو طالب تاخذ العملي على البيت. لك والله نور الخان كلياته. هلا سالت عنك، وين كنت؟ كنت بالبيت والله، ورحمه الوالد تحت ترابه. لا انا ولا الميمه نمنع على اثر الحادث اللي صار معك. الله يرحم ابوك. الله يسلمك. طلال مين الزعيم؟ الله لا يحرمنا يا نحن بلاك لا شيء، انت شيء من عند الله. تفضل يا افندي تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، شرفتوا. الله يزيدك شرف يا زعيم. اخي رجدي نقوا البضاعه اللي بدكم اياها انت وحرمتك، وباذن الله الزعيم ما راح يقصر معكم. ابو لمعي خلي جماعتك ينقوا ويحملوا، الخير خير الله. الله يبارك فيكم. تسلم يا رجدي افندي. عمي طلال انت وحسن وبدر الدين خلي ينقوا اللي بدهم اياه ويحملوا ويمشوا، الحساب عندي، هذا كرمال اخوك ابو لمعي.
قلنا لك الزعيم مو بعينه، وجيتك انت وحرمتك غالي علينا. الله يبارك فيكم يا زعيم. ابو لمعي انا مضطر امشي بالاذن منك. انا رايح معك زعيم. لا طلال، لا خليك مشواري بسيط هالمخفر. يا زعيم هاي لمعات ما بيتأمن لها. فشرت طالما هالنفس طالع ونازل. هي تفوت على الحارة وتشوف شو رح ساوي فيها. ورحمة الوالد بدنا ناكلها بلا ملح. ملح بلا ملح مو بناكلها ونخلص منها. مزبوط هذا الحكي. بارك الله فيكم جميعا، يلا بالإذن. الله معك. الله معك زعيم. الله لا يحرمنا ياك، الله لا يحرمنا الزعامة كلها لأجلك. يا عمي شوف شو بده صاحبك وخلينا. على عيني وراسي رشدي أفندي، خود حرمتك نقل البضاعة اللي بدكم إياها وبرجع لك. شنو تارك زبون راغيله ونسيانه. اتكل على الله. شرفوا عمي شرفوا، أهلا وسهلا. شرفوا. إيه يا حسن وين صار الحساب؟ حساب السيد اسمعني. هيك زلمة بين محبينه وأهله جيوش الأرض ما بيقدروا يخطفوا. بدليلي هالحديث هلأ. يبعت له داء السلة ديك الساعة اللي قبلت فيها أني هربها لهالحرباية. لك استرينا يا بني آدم استرينا. شو بدك تقول هلأ للجماعة بعد ما راح الزلمة يلي جايين مشانه؟ لك عم قلك اتركي كل شي علي أنا، سدي بوزك وانكتمي بقى. شوف شو آخرتها معك ومعه. لك هز